السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، في الكلام على أسماء الحسنى وصفاته العلى، والكلام على العلوم التي بها غذاء الروح، والتي يكون المرء قد تذوق بها طعم الإيمان. فإن القلب إن تعرف على الله حق التعرف آنس به وخضع له، وانكسر قلبه انكسارا فيه سجدة لا يرتفع بعدها أبدا، يكون من أعبد القلوب لله جل في علاه. وكما قلنا، هذا حقا بوابة العلم. بوابة العلم إتقان العقيدة، والانحرافات العقدية تؤثر لزاما في الانحرافات الفقهية. نسأل الله تعالى أن نكون على عقيدة السلف التي جعل الله بها النجاة، وجعل الله بها السداد والفلاحة والفهم والرشاد، كما بيّن ذلك علماؤنا، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال: افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذه التي تنجو من 73 فرقة؟ فقال: الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو صحة الاعتقاد، وأصل ما سار عليه على هذا الدرب هم الصحابة الكرام على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نهجهم نسير. لذلك قلنا بأن الطائفة المنصورة وأن السلف، إن نظرنا إلى الحقبة الزمنية فهم القرون الخيرية الثلاثة، وإن نظرنا للمنهج فكل من انتهى لهذا المنهج وكل من اعتقد هذه العقيدة فهو من السلف، ومآله إلى السلف، ويحشر مع السلف. ونسأل الله تعالى جل في علاه أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب العقيدة الوسطية لمؤلفه رحمة الله عليه. نعم، رحمة الله عليه رحمة واسعة، من مجدد، من عالم، لشيخ الإسلام. نعم. حيث قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. من غير تحريف ولا تعقيد، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، جزاك الله خير. نعم. إذن الكلام هنا على اعتقاد السلف واعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما بينا قبل ذلك بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه في كتابه، على قول الله جل في علاه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقول الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم، وقول الله جل في علاه: تجري بأعيننا، فهي يد حقيقية، وهذه اليد الحقيقية هي تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله، وهي عين حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. قال: ولتصنع على عيني، وعزة الله جل في علاه من الصفات الذاتية، وفي قول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى، من الصفات الفعلية التي بينا تفصيلها الأسبوع الماضي، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم ربه بالصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. فأتى بالصفات السلبية والصفات الثبوتية، الصفات السلبية والصفات الثبوتية، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، والصفات الفعلية، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض، يعني عند أهل الصلاح، فقط عند أهل الصلاح. فالغرض المقصود بأن الكلام
في مسائل الاعتقاد مسائل عزيزة، مسائل مهمة، جدير بكل طالب علم أن يتقن هذه الأبواب وألا يتساهل فيها. فنقول بأن المصنف قال بما وصفه رسوله من غير تحريف. انظرونا الآن كأنه يقول وانتبه، أنا عرفت الانتباه وانتبه، فإن عقيدة السلف في هذا المضمار وهذا الأمر أمر جلل، بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بقيود وشروط، حتى نقول بأننا حقا على اعتقاد السلف قالوا من غير تحريف. وهنا ألفت الانتباه إلى دقة نظر الإمام رحمه الله تعالى، فإنه لم يقل من غير تأويل ولكن قال من غير تحريف. هذه دقة النظر ودقة القلم أيضا، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه أو في محله، لأنه يعلم بأن الحقيقة الأمر أن هذا ليس تأويلا، إنه تحريف كما سنبين. لذلك نحن نقول بأن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، صحيح. والتحريف اللفظي غير متواجد، وشيخ الإسلام نفسه يرى حتى بأن التحريف في الأمم السابقة كان معنويا لا لفظيا، وصحيح الرجع أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه لفظيا ومعنويا، لكن هو من منهجه أنه كان يرى بأن التحريف كان تحريفا معنويا فقط. ونحن نقول التحريف اللفظي في أمتنا غير متواجد، لا يستطيعون على ذلك سبيلا بالنسبة للكتاب أو بالنسبة للسنة. حتى في هذا الباب التحريف الحق الذي نراه هو التحريف المعنوي، ليس التحريف اللفظي، التحريف المعنوي وهو الأصل فيه هو التأويل. الأصل فيه هو التأويل، والتأويل على ثلاثة مراتب حتى نبين هذه المسألة تنجلي ونعلم أي الكلام الذي يقصد ابن تيمية في مسائل التحريف. فالتأويل على مسائل على مراتب ثلاث. التأويل كما قال علماؤنا يأتي ويقصد به ما يقول إليه حقيقة الأمر، ما يقول إليه حقيقة الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك وصف الله جل في علاه في الجنة، في الجنة فيها الفواكه، فيها الموز، فيها العنب، صحيح. فأنت تعلم الآن، لكن عندما ترى حقيقة الأمر تعلم المفارقة. ولذلك ابن عباس قال ليس ما بين الجنة وبين والدنيا إلا الأسماء، اتفاق في الأسماء فقط. فحقيقة الأمر لا تكون إلا بعدما تشاهد، أنت ترى عين اليقين ثم ذلك تدخل فتأكل فيكون حق اليقين. ولذلك الله جل وعلا بيّن لنا فيما يقول إليه الأمر، هم يسمعون ليل نهار بأن عقاب الكفر النار، فمن شاء فليكفر ومن شاء. وهذا ليس بالتخير كما يفهم البله السفهاء، ليست هذه الآية على التخير، هذه الآية على التهديد. البله السفهاء يقولون حرية الاعتقاد، أي حرية الاعتقاد؟ الله تعالى ما خلق الخلق ليتحرروا من عبادته، بل خلق الخلق لتكون في رقبتهم رق العبودية له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فالآية أصالة للتهديد لا لمطلق حرية على ما يقول للتخير في هذا الباب. فيكون العقاب بعد ذلك قال خالدين فيها على نار جهنم. يقول الله جل في علاه بما يقول إليه الأمر، يقول الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، هنا حقيقة الأمر رأوها الآن، إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه أنهم لكاذبون. ولذلك أيضا ترى بأن الله تعالى قال هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا الآن يرى تأويله الذي عليه حقيقة الأمر، هذا لا يعلمه إلا الله بالفعل، هذا لا يعلمه إلا ما أحد يستطيع أن يزعم أنه يعلمه بحال من أحوال، لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب في هذا الباب يعلم حقيقة الأمور هذه إلا الله تعالى الذي قدرها وكتبها سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه في سورة آل عمران، في مطلع سورة آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله. قف، إذا قلنا حقيقة الأمر تقول إليه قف هنا، لا يعلم تأويله إلا الله، لا تصل، ما يصح الوصل ولا يجوز، لأنه ما أحد يعلم تأويله. إذا قلنا بأنه على ما تقول إليه حقيقة الأمر. أما المرتبة الثانية فهي التفسير،
التأويل هنا بمعنى التفسير، المعاني بمعنى التفسير. على ما قال ابن عباس ان التفسير على مراتب أربعة، في مرتبة العامة بأسئلة تعرفها، وهذا رد على هؤلاء الأغبياء الذين يقولون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل، كأنه يقول لو عقلنا ذلك يكون كفرا، نعوذ بالله من الخزدان. ومرتبة التفسير التي لا يعلمها إلا الخاصة الذين اطلعوا على الأثار، وهناك تفسير يعلمه أهل اللغة الذين أتقنوا أبواب اللغة. عامة بالنسبة للتفسير التأويل بمعنى التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل، فالتأويل هنا بمعنى تفسير، علمه التأويل يعني التأويل هنا بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس كان يقرأ الآية في قوله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يصل يصل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والعطف هنا اشراك، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. فكان يقول عن نفسي وأنا ممن يعلم تأويله، وهو ترجمان القرآن. وهذه غير مقصودة عندنا في الباب. الثالثة وهي المهمة، لأن التأويل هنا هو ما جاء فيه وتمسك به هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. الثالث، المرتبة الثالثة، هذا الممنوع، هذا الذي نحن بصدده، لا يقال ممنوع، اصبر، هذا الذي نحن بصدده الآن، الذي عبر عنه ابن تيمية بأنه تحريف. نعم. التأويل الثالث، المرتبة الثالثة، هو صرف اللفظ عن ظاهره. هذا معنى التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا له مراتب ثلاثة، أو قل الطوائف الذين ينظرون هذا التأويل طوائف ثلاثة، غلو ورفو ووسطية عدول. ونعم صدر وسطية عدول، غلو ورفو ووسطية عدول. هناك في الغلو ممن يقول بالتأويل بلا دليل، هذا غلو ممتاز، يقول بالتأويل بلا دليل. وطبعا الطائفة التي تصدرت الباب في هذا هم من أخبث خلق الله، الرافض هي نعم الرافض، هؤلاء الذين يأتون بالآيات يقولون هذه دلالة على أن دلالة على إمامة علي بن أبي طالب، الآية لا من بعيد ولا من قريب تتكلم عن مثل هذا، ويقولون هذه وصيت، هذه دلالة على إمامة علي بن أبي طالب. يأتون أيضا على قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون استغفر الله أنا والله ما أستطيع أتكلم بهذا، يقولون على ما زعموا، يعني على ما يتهمون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تعرفون يقولون ماذا؟ نتأدب نحن ونتكلم. لعنة الله عليهم ليل نهار صباح مساء، اللهم انزع عليهم لعناتك وسحائب اللعائن يا رب العالمين، يعني ليل نهار. ونسأل الله جل في علا أن ينتقم منهم على ما يفعلون ويقولون في الصحابة الكرام وفي أمهات المؤمنين. وهذا الغلو في صرف اللفظ عن ظاهره بالتأويل هذا كفر مستقل، لأن هذا يسمى تلاعب لا دليل لهم عليه، كفر مستقل. لما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا فلانة، وش الدليل على ذلك؟ وش الدليل؟ ما في. إذن هو ماذا فعل؟ كذب. ما أول كذب الله؟ ما أول الآن؟ الأول لابد لهم المسوق، ما في، هذا تلاعب بكتاب الله. يعني هذا كفر، هذا كفر، لأنه بهذا يكذب الله لنا في علاه، يتلاعب بكلام الله لنا في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. هم قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهمتم؟ هذا كفر مبين، هذا كفر مستقل بهذا. مصطلح مستقل الدكتور، معناه يعني لا نبحث عن لوازم الشيخ، هذا كفر. لا تبحث، طبعا لا تبحث. الله يقول لا إله إلا الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا تحرمون الله في البصر، أي نعم. فهذا تلاعب محض في هذا الباب، هذا تلاعب محض بكلام الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقار، هذا يدخل من باب الاستهزاء. نعم. والاستهزاء ليس فيه ثمة إقامة حجة ولا زاد شبهة. نعم. قال ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، صحيح هذا الذي قاله. نعم. كلام سائل الركب. نعم.
مسامرة السفر صحيح؟ وماذا قال؟ ما أكثر عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة بها كفر مستقل إذا قال بذلك. والثاني التأويل الذي له دليل ولكنه ليس صريحا، ليس مسوغا لهم في التأويل. نمتلئ شرفا ونرتقي بك. طيب أمين يا رب العالمين. هو عنده دليل، لولا الدليل الذي عنده لكفر. عنده دليل وعدم وضوح الدليل ليس صريحا. ممتاز. لو ما لا دليل لوضعناه في مصاف الروافض. كأن بالمثال يتضح المقال، كأن يأتي إلى قول الله جل في علاء فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا صحيح؟ فلما آسفونا أغضبونا، قال لا الله لا يغضب، الغضب هذا غليان العروق وانت وانتفاق الأوداج، لا لا هذا معناه إرادة العقاب، مفهوم؟ نقول لهم أين المسوغ؟ قالوا يوهم التشبيه. فطبعا ما أتوا بدليل، ما أتوا بدليل، مفهوم؟ فهم عندهم بعض، ما أتوا بدليل صريح أقصد، عندهم بعض المسوغات لهذا. تقول قال الله على يد الله فوق أيديهم، يقولون قدرة الله فوق قدرته، نعمة الله فوق نعمتهم. طبعا قدرة الله فوق قدرتهم أليق، ما نعمة الله لا تأتي هنا، لأنهم يقولون اليد تأتي بقدرة، يقولون ضرب بيد من حديد، يعني بقدرة وبقوة قوة بطش. فهم يقولون أول معنى قدرة، يعني عندهم مسوغ من اللغة، عندهم مسوغ. هذا ليس بصريح، ولا بد أن نقول لننصف لما ما وضعناهم في مصاف الروافض. لما؟ لأننا نقول بحق أننا نبحث عن مراد الله، وأنت مأمور شرعا أن تبحث عن مراد الله. ولذلك شيخ يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد وعلى مراد الله، وآمنت بما جاء برسول الله بما جاء رسوله على مراد رسوله. فأنت الآن تبحث بالأدلة التي على المسألة المهمة التي تكون فيها الوصول إلى غلبة الظن بأن هذا هو مراد الله جل في علاه. فهم يزعمون أن مراد الله هو ذاك، ونحن نزعم غير ذلك. طيب، فنقول ولذلك نحن نقول هم الآن بما أتوا من التأويل، هذا التأويل الذي أتوا به له مسوغ. لذلك قلنا لما لم تكن المسوغات عندهم صريحة وواضحة، قلنا هذا هو التحريف بعيد، هذا هو التحريف. إذا لم يكن له مسوغ ظاهر واضح صريح فهذا التحريف. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، ما عندكم؟ قالوا عندنا بيت من لغة العرب تثبت ذلك، استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب، وطبعا هو البيت النصراني اصلا ليس من العرب اصاله، ليس من العرب اصاله، دعك بقى ضعيف ولا ده، هو ليس من العرب اصاله. لذلك نحن نقول احنا ندين الله ان العرب على الوضع، ان اللغه العربيه على الوضع، وضعها الله جل وعلا ليس على الاصطلاح، هي على الوضع. فهو يقول الان انت تجعل على هذا البيت حاكم على القران؟ طب دعك من ذلك، انت قلت استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، نقول احنا معك الان هنا استوى بش على العراق بمعنى استولى، ونحن نقول بذلك. لما؟ السياق والسباق واللحاق بين ذلك، السياق من المفسرات صحيح ولا لا؟ قال من غير سيف ولا دم مهراق، ده دلالة واضحة جدا، السياق هنا دلت الدلالة هنا على ان المعنى في استواء ولا استلاء. واين هذه الدلالة؟ أين هذه المسوغات في الآية الرحمن عرش استوى؟ بل لوازم ذلك كفر. يعني لو أنت محصت النظر وأنت لا تلتزم باللوازم، هو أصلا من قال بذلك لا يلتزم باللوازم، نحن الآن نوضح فقط، نقول أنت عندك حتى السياق لم تصل إليه، اللوازم
على هذا كفر. معنى ذلك، معنى ذلك أن الله جل في علاه استولى على شيء إما لم يكن ملكا له وإما أن كان ملكا له فصلب ثم استرده، وفي الحالتين كفر، في الحالتين كفر، لأنه وصف لله بالنقص، ولا يستحق أن يكون ربا من يكون مغلوبا. عندما 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 صلب منه العرش كان مغلوبا ولا غالبا؟ ولا يكون ربا للمغلوب، لا يمكن أن يكون ربا المغلوب، مفهوم؟ لوازم هذه، لوازم كفر. والآن أنا أقول حتى السياق أنت لم تأتي به في الرحمن عجل، فقلنا إذن هذا تحريف، تسمونه تأويلا، تسمونه جمالا، تسمونه روائع، سميه كما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها، صحيح مشروبات روحية، وأيضا الرشوة لست رشوة، هي إيش؟ قهوة إكرامية. هذا هو، نعم هذا حقا في هذا الباب. فإذا هذا هذا تحريف، هذا يسمى. أما الآخر للروافض الخبثاء الباطنية الذين يقولون القرآن ظاهر وباطن، هؤلاء إيش؟ كفر مستقل، هذا كفر، لكن هذا تحريف. طيب وال نعم ما أنا إيش همهمت الآن بقى دخلنا في واحد واحد حبيبي، واحد واحد بابا، واحد واحد التي يعني يفلت منها المجتهد، أما شرعية أو لغوية. طبعا لابد إن كان فيه مسوغ، والمسوغ ما بالقرائن، والقرائن ما تكون شرعية ما تكون لغوية، وقد تكون عرفية. نعم. فيكون مسوغات، هذه المسوغات معتبرة لها اعتبار، يعني هذا الاعتبار الذي جعلها إيش تكون لها، لا تتجرأ على تكفيره بها. ولما يقول اليد، معنى اليد معناها النعمة، عنده مسوغ من اللغة لما عنده؟ عنده. لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. صحيح، عنده مسوغ ولا ما عنده؟ عنده مسوغ. أما الثاني هذا أضل من بعير أهله، وهو يقول بأن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، يقول استغفر الله، هذا البعير، ده البعير، لا نعظم للبعير في هذا الباب. وهؤلاء الذين كما قلنا يقولون بالظهر والباطن ليه؟ القرآن، مفهوم؟ هذا بهذا المرتبة الثانية، هذا 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 الذي نسميه تعريف، إذا من غير تحريف. هؤلاء هؤلاء ضلوا الطريق. يكفيك هذا؟ ما يكفيك. إيش تريد الثاني؟ قد يكون كفر. هذا ماذا؟ قد؟ هذا هم الفرقة الأولى كفر، كفر مستقل. خلاص انتهينا منهم هؤلاء. أخبر، ضلوا الطريق. يكفيك هذا؟ ضلوا الطريق، ليس على طريق السلف. هذا الكلام ليس على طريق السلف، ليس هذا من فعل السلف. لذلك سنبين. إذن هناك تأويل له مسوغ، لكن المسوغ ليس صريحا، ليس دقيقا. المسوغ ليس صريحا، ليس صحيحا. قد يقال أن السلف كان يستدلون. دعك من السلف، لا تتعجل شيئا قبل أوانه، مفهوم؟ ولو قلنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. ينزل، نعم ينزل. من الذي وصفه بالنزول؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بالوحي. إذن وصفه أعلم الخلق به بأنه ينزل، إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. فأقول هل من المستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ يأتي السامع فيقول تنزل الملائكة، ينزل الله يقول تنزل الملائكة. أين وين المسوغ لهذا؟ ما الملائكة نازلة طالعة، تمام. أنا أقول لك من الملائكة في كل سماء تعبد الله جل في علاه، الملائكة الذين يعرجون والذين يصعدون، صحيح ولا لا؟ إذا صح التعبير، فإذا من أين أتيت أنت بسوس الليل الآخر الملائكة تنزل؟ أين المسوغ؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم فباتوا الذين يعرجون الذين باتوا فيكم، أو طالعين ولا مش طالعين؟ صحيح. مش قال الله تعالى إليه يصعد الكلم والعمل الصالح؟ ما الذي يرفع العمل الصالح؟ ما الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ويتقابلون في الفجر صحيح. من وين أنت أتيت من ينزلون ثلث الليل الآخر؟ أين المسوغ لك في ذلك؟ ينزل ربنا، قال تنزل رحمته، فهناك لوازم شديدة لا يتقبلونها، وهي تنزل الرحمة. الرحمة تقول
إذا كان مرفوع. لأن الرحمة تقول لما إذا الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر. ما في رحمة البعض يقتلون بعضهم البعض إلى ثلث الليل الآخر وبعدين تنزل الرحمة. الناس فهم هذا على الكلام تنزل الرحمة ثم الرحمة هي التي تقول هل المستغفر فاغفر له؟ هل من داعي مسيب؟ طبعا المشكلة الكبيرة كلها إننا لو قلنا بالتأويل الآخر يعني تنزل الملائكة إذا الملك يغفر ويأخذ بالذنب ويغفر. هذا هو لازم ولا غير لازم؟ ها لأنه يقول هل من مستغفر فاغفر الملك يغفر. الملك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذه اللوازم التي لا يستحضرونها وهي لوازم تبين بطلان هذا التأويل. لذلك قلنا التأويل ليس بتأويل بل هو تحريف. ولذلك قال ليس هذا اعتقاد السلف. أرأيت العالم النبيل ينقي لك العقيدة يقول لك هذا ليس من اعتقاد السلف أبدا. ليس هذا اعتقاد السلف وسنبين. فإذا هذا ما يسمى تأويل هذا يسمى لما التأويل هنا الآن نقول لا التأويل على ما جاء على 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 ما كان عليه أهل السنة والجماعة. التأويل هو ما جاء على ما جاء على أهل السنة والجماعة وهو التأويل الذي له مسوغ. نعم نعم الثالث هذا هو التأويل الذي جاء وفيه مسوغ صريح يبين مراد الله جل في علاه. وهذا فيما جاء عن علمائنا الذين قالوا في قول الله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله. هات الآيات من الأول. قالوا أينما تولوا فثم وجه الله مع أن الوجه هنا ذكر تصريحا مضافا إلى الله جل في علاه. يبقى هذه إضافة صفة إلى الموصوف صحيح ولا لا؟ لكن هو قال فثم وجه الله يعني فثم جهة الله القبلة قال هذه القبلة. فحول قالوا بذلك صحيح ولا لا؟ تفسير باللازم لما؟ ما الذي ألجاه أن يفسر باللازم؟ هات الآيات صاحب القرآن من الأول. ها سورة البقرة في الكلام على السفر الصراف السفر. ها قل لله المشرق والمغرب أينما هذه من الأول. طيب فهو هنا كان الذكر بأسره كان على القبلة. السياق والسباق كله في الكلام على القبلة. وهنا فأينما تولى فثم وجه الله في السفر كأنه قال وفي السفر في كل اتجاه هذه قبلة. ويورد أثر بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا صلى كما في حديث أنس قال حيثما توجهت به راحلته. فصح لنا أن نقول وجاز لنا أن نقول فسمى وجه الله سمى جهة الله. يعني لما التفسير موجود. التفسير السياق مفسر مبين للمراد. فهذا التأويل الصحيح وهو تأويله الآن لم نرفضه كلية ولم نقبله كلية. أيضا لو ضربنا مثال على ذلك عندكم ولا نشوف الإخوة في النت يعني نعرف أن في هناك من يستحضر. نعم ما عندهم تراهم أنت ما عندهم. طب خلاص تراهم تراهم. هي المنافسة بينكم شديدة الآن. والله ليتنا نعقد هذه المنافسة وأنا يكون اختبار شفهي بس يا ريت يتكلمون ويبقى اختبار جاي بين الاثنين بين الطائفتين لنرى. تجري بعيون. لا ما فيها تأويل. ما فيها تأويل. هي إثبات العين حقيقة مع إثبات اللازم. تحت أمرك. توجد آيات ثانية تثبت مثل الوجه. توجد آيات مثل في 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 آيات. في أهل السنة يؤمنون بالوجه ولكن في هذه الآية. نعم. قال السياق ممتاز. قال السياق. نعم. ما الذي ألجأنا نفسر باللازم؟ السياق. ممتاز. السياق. وهنا هذه الدليل المسوغ لنا في التأويل. أتوا به؟ لا أظنهم لا يسمعون. 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 الجمع للتعظيم هو قال. شو هو أتوا بها من هنا؟ أنت اللي عندك ليس اللي عندي. اللي عندك أناس واللي عندنا أناس. قالوا الجمع للتعظيم هذا صحيح. هذا صحيح مما عملت أيدينا. إنا نحن نزلنا الذكرى. إنا. طيب ولذلك كان يتمسك بها النصارى يقولون من تدخل بالجمع. قلنا الجمع هنا للتعظيم. ممتازة أختي التي أتت بهذه أم مريا. أنا أقول بها الحق في هذا الباب. نقول آية صريحة جدا. قال الله جل في علاه إن الله يعلم ما في السماوات وما
ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم. صحيح السياق والسواق هنا جعلنا لا نقول بأن المعية هنا ما يعني المعية هنا تستلزم الإيش الاختلاط أو لا والوجود موجود نعم. فنقول هنا المعية هنا على قول السلف دعك على قول السلف الصحيح المعية هنا هي معية العلم هي معية العلم لأنه السياق مفسر لذلك صدر الباب بالعلم ختم بالعلم والسياق إذن السياق بازري هو المعية هنا معية العلم. إذن لابد أن نقول بأن التأويل الذي قاله بأنه تأويل هو تحريف إذا قال اعتقاد السلف بغير تحريف اعتقاد السلف منقب قال من غير تحريف كما بينا على أمثلة التحريف لذلك لنا أن نقول وحال السلف مع النصوص عدم التحريف الإثبات مع عدم التحريف ونضرب الأمثلة التي حرفها الآخرون قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى لا أهل السنة يا حبيبي يا شطار يا بابا يا ماما لا هو ده اذا استوى معنا على وايضا قال الله جل في علاه يد الله فوق ايديهم قالوا هي يد تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وجل في علاه تجري باعيننا اثبتوا العين بها هذا فعل السلف وهذا ظاهر لك حال السلف مع النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر اتعلم ان الله قد كلم اباك كفاحا كيف اعتقد جابر الاول وقال كلام النفسي وعبارته هذا عبارة الكلام أو الثاني قال هذا كلام مخلوق ماذا قال؟ قال كلم أباك ففهم منها جابر بأن الله قد أكرم أباه وأن أباه قد سمع كلام الله جل في علاه كفاحا قال ما تريد؟ قال أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيل اللهم اجعلنا جميعا في سبيلك يا رب العالمين والمؤولون في تكليم موسى وكلمه أي جرحه آه نعم والمؤولون ده هؤلاء مش هذو مجرمون هؤلاء هؤلاء ليسوا المولون لا يقال في المولونين هؤلاء المجرمون وكلم الله موسى يقول كلامه جرح بالكلم المكلوم نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله والآخر كان يحكها منهم من كلم الله ورفع بعضهم فقرأها منهم من كلم الله قال جيد ماذا استفعل في قول الله تعالى فلما لا لا فلما جاء موسى وكلمه الآية فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا استفعل فيها لا يستطيع أن يفعل بها شيء لا يستطيع فهذا دأب السلف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهودي شوف اليهودي يعلم الصحابة لما دخل اليهودي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يحمل الصار على ذه ويحمل الجبال على ذه ويحمل الأراضين على ذه ونسلم يبتسم ويش مقرا قال المتهوكون يبتسم مغضبا قال ابتسم مغضبا منكرا يعني لا بد انك تكون مجنونا حتى تقبل مثل هذا الكلام وابن مسعود ابن مسعود نفسه يقول بانه اقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين على عظمه الله ما لكم لا ترجون الله وقارا قبض ويزهن فالصحابه جميعا لما سمعوا ذلك قبلوها بلا تحريف إذن يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وكما قلنا بأن هذا التحريف جناية عظيمة على يعني جناية عظيمة على الآيات وعلى الحديث على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لوازم ثلاثة التحريف هذا معنى ذلك بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا الحق نعم الثاني بأنهم يجاهلون النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا لأنه معنى أنهم يأتون بشيء ولم نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به ولا أتى به كأنهم يجاهلون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني إما يجاهلونه وإما الثانية ما هي الثانية أن الله لم كتب علمه هو هذا لم يبين ووظيفته البلاغ مع البيان وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ولم يبين وهذه جناية على الشرع وكأنهم أيضا فيها تجهيل للصحابة من اللازم لذلك تجهيل للصحابة لأنهم لا يعقلون ذلك ولا يعرفونه
قال من غير تحريف ولا تعطيل. نعم كتمه صاحبك، لو ما كتبه كتبته قل له الآن. قال ولا تعطيل. التعطيل في اللغة معناه الترك، الترك. قال وبئر معطلة متروكة خالية. والمراد بالتعطيل هنا عدم إثبات الأسماء ولا الصفات، وقد يكون تعطيلا كليا بعدم إثبات الاسم والصفة، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم، نعوذ بالله من الخذلان. وهل يتصور عند العقلاء ذاتا دون أوصاف؟ هل يمكن تصور هذا؟ أبدا. يقولون محمد مر، محمد مر كان أسمر، كان أبيض، كان طويل، كان هذه بالفطرة تتكلم بهذا، مش ممكن ذات تتعرى عن الصفات، صحيح ولا لا؟ فهم ينفون الأسماء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي بإثبات الاسم، ويفرغونها من إيش؟ من الصفة. يقولون كريم لكن بلا كرم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. في الجزئي الصفة يا اسم. تعال ما اسمك؟ مسكين. لا هو مستحي أنه يدخل متأخرا. ما اسمك؟ رفيق. رفيق، لما تأخرت يا رفيق؟ شوف أنا قلت لك ماليزيا أفضل ما فيها يضع القدم على القدم هكذا وتكلم، ما في مشاكل. أكلنا إيش فيها؟ أنت تدرس عن أنه هناك أكلت وتركت طلب العلم يا رفيق؟ أكلت وتركت طلب العلم؟ الأكل عندك أفضل من طلب العلم؟ وهو تركك، خانك وجاء وحدك، لكن أنت تشكر له أنه ما يتركك مجالس، ما شاء الله تثبت في المجالس. إن شاء الله سأتي مبكرا في المستقبل. والله أنا أقبل يديك على مثل هذا، أنك ستأتي مبكرا، ممتاز. وهذا صاحبك، أنت خشيت عليه، أدخلته، وهذا أخوه أيضا. أنا هو الذي خانك في الوقت؟ من الذي خانك؟ أنتم لبستم عليه الآن، أين أخوك؟ كلهم شبهك، كلهم شبه واحد، فأنت أخرجني، من أخوك؟ الذي يلبس قميص أزرق. ما في أزرق، كل هذا أخضر، هذا أخوك أخضر هذا، هو هذا، هذا الذي خانك، ولم يأتي بك. حافظ عليه تأتي به في الدرس هنا، أنت أول مرة تأتي الدرس صحيح؟ إذا تأتي به في الدرس في وقته. ما اسمك؟ أشرف. الطعام أفضل أم طلب العلم يا أشرف؟ قل. جزيت الجنة، حفظك ربي. لكن أنت دائما كنت تأتي بالكتاب بالكراس والقلم. ما ها تسمع هذا الدرس لأنه من الأهمية بمكان، تسمعه مرة أخرى. هذا الدرس مسجل، فأنت تأخذ التسجيل فتسمع مرة ثانية لابد حتى لا يفوتك ما قيل. إن شاء الله. جزاك الله خيرا، جزيت الجنة، أحسن الله عليك يا رفيق. أمين أمين أبا. إذن فقلنا التعطيل، قال من غير تعطيل، فأهل السنة والجماعة لا يعطلون، يثبتون لله الأسماء ويتعبدون لله بها، وهذا الإثبات المطلوب أصالة، وهو إثبات الاسم مع إثبات حقيقته مع التعبد به لله جل في علاه، وأن يظهر أثره على العبد، ويثبتون الصفات ويتعبدون لله بها، يتوسلون بها، وهذا تعبد، كما قال الله جل في علاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فيصفون الله بالعزة وبالرحمة،
كما كان السلام دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال ولا تعطيل. والناس بالنسبة للتعطيل أيضا طوائف ثلاثة. تعطيل محض، وهذا فعل الجهمية الذين يعطلون الاسم والصفة، إنكار الأسماء والصفات. والجهمية عند أكثر أهل العلم من المتقدمين أنهم كفر، وإن كان المتميع يقول علماؤهم دون العوام ويقولون يحتاجون إقامة حجة وإزالة شبهة. لكن تعلمون ابن المبارك وابن عيينة وأحمد يكفرونهم تكفيرا ظاهرا في هذا الباب عند الجمهور. وتعطيل من نوع آخر، وهو إثبات الصفة على غير وجهها، على غير حقيقتها. على غير وجهاتها. صفة واسم. نعم الاسم يثبتونها، لكن الكلام على الصفة ليست على الاسم. على غير. على غير حقيقتها المراد منها. من هم؟ المؤولة. أو أقصد المفوضة. هذا نوع تعطيل عند المفوضة. هؤلاء الذين يفوضون المعنى والكيفية، وهؤلاء شر خلق الله في هذا الباب بعد الجهمية طبعا. نعم ما معنى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقولون هنا الحب إرادة الثواب. طيب لا هذه الطائفة الثالثة آسف، يقولون الحب هنا إذا سألناهم إن الله أحب فلانا العبد التقي النقي، يقولون أحب ما أحب، أحب همزة وحاء وباء، هذا الذي نعرفه عنه. ما معنى أحب؟ ايش تريد تشرحون الحب هنا ما تعرفون؟ نعم معروف المحبه كالتفاح لا تستطيع ان تفسرها. محبه الله تعالى امر يستشعره الانسان، واذا احب الله العبد رفعه واكرمه، لكن احبه يحبه الله جل وعلا. مفهوم؟ هم يقولون لا نعرف عن الحب هذا الا الحاء والباء او الهمزه والحاء والباء فقط. ها؟ بلا معنى. بلا معنى، فقط حروف انضمت لبعضها خرجت كلمة اسمها أحب. حروف انضمت إلى بعضها خرجت كلمة اسمها أحب فقط. هذا تعطيله الآن. هذا تعطيل. نعم. التعريف على غير وجهها هذا المقصود بها يعني. على غير وجهها الطائفة الثالثة. لا هي الثالثة. ضع على الثالثة. كما نبهنا لها صاحب القناة، هي الثالثة ليست الثانية، هي التي أو عطلتها، لم تجعل لها معنى حقيقيا. دكتور الأول تعطيل المحض، الثاني تعطيل المعنى. تعطيل معنى الصفة يعني يثبتها. نعم. يثبت القدرة. وما القدرة؟ يقول لك قاف دال راء تاء مربوطة. العزة يقول عزة عين زاي تاء مربوطة. اشتهروا باسمها أو لا؟ مفوضة. المفوضة. ويقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. التفويض. وسنبين إن شاء الله. هم يفوضون معه الحقيقة. أو بس المعنى. يفوضون ما خاص فوض المعنى، فوض الحقيقة، انتهى الموضوع. فهؤلاء مفوضة فوضوا المعنى والكيفية. يعني هو إذا فوض المعنى فقد فوض الكيفية. نعم. فاهم؟
وجه الشبه وتفويض الكافيه ممدوح غير مذموم كما سنبين. طيب هذا وجه الشبه بينهم وبين اهل السنه انهم يؤمنون لا سيما ما لا تتعجل. طيب والطائفه الثالثه التي هنا شوف بقى الجنايه هنا المفوضه ماذا فعلت؟ فرغتها عن المعنى. اما المؤوله جعلوها بمعنى اخر غير المراد، جعلوا لها معنى، يعني هم ارتقوا عن المفوضه بانهم جعلوا لها معنى، قالوا لا مش مؤ الكلمه لها معنى، لكن حادوا عن المعنى المراد الحقيقي. أحب أراد الثواب، أسف أراد العقاب، نزلت رحمته، وجاء ربك ممتاز، رحمة ربك إلى التأولات هذه. يبقى الله لا يجيء، مفهوم؟ هم يقولون بذلك. فأولوها جعلوا لها معنى غير المعنى المراد، هذا التجني هنا، وهذا نوع تعطيل. وصدق القائل كل مؤول معطل. ممتاز، لا فضة فوق. كتبوها. ليبي والله يعني سيتفوقون يا ليبي عليك، صدقني غفر الله لك. نعم كتبوا ما هو فوق ذلك. هداك الله. الغرض المقصود بأنهم هنا عندهم نوع الليبي نعم كتبوها استغفر الله. فهذا نوع تعطيل، هذا نوع تعطيل. طيب ما العلاقة بين التعطيل والتحريف هنا؟ بينهما عموم وخصوص يتفقان في مسألة إلغاء المعنى المراد وإتيان بمعنى آخر أي مراد، أو لا إتيان بمعنى. ها؟ لا إتيان بمعنى ما يكون تحريفا، يكون تعطيلا، لكن أن يأتي بمعنى غير معنى المراد فهذا التحريف. مفهوم؟ اليد، يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله فوق قدراتهم، هذا نوع تعطيل لأنه عطل المعنى الحقيقي وأتى بمعنى آخر. مفهوم هذا الباب؟ أهل والوقوف هنا مع التعطيل الذي نتكلم عنه، التعطيل الأول والتعطيل الكامل، وهو إنكار الاسم وصفة، هذا التعطيل التام، هذا التعطيل التام، التعطيل المحض. الثاني هو التعطيل اللي هو تفريغ الاسم عن معناه. التعطيل هنا إلغاء المعنى المراد من الصفة، وهذا الذي يسمونه تفويضا. وقالوا هذا التفويض هو عقيدة أهل السنة والجماعة، واستدلوا على ذلك بشبه ما ورد بسند صحيح عن ابن عيينة قال أمروها كما جاءت. وعن الزهري وعن ابن عيينة قال تفسيرها قراءتها تفسيرها، أردت تفسر في قراءتها، يعني عندما يقول الله جل في علاء تجري بأعيننا قال قراءتها تفسيرها، ما تسأل عن العلم. قال الله جل وعلا مما عملت أيدينا قال قراءتها تفسيرها، أمروها كما لا تسأل. فهو يقول هنا الآن هذا هو التفويض التام، وورد عن أحمد كلام شبيه بهذا، فهذه شبه تعلق بها. ولو أخذت بغرار الكلام أو بأصل الكلام عن السلف أنهم كانوا حقا كانوا يفوضون، لكن كانوا يفوضون الكيفية لا المعنى، كانوا يفوضون الكيفية لا المعنى. فالتفويض من منهج أهل السنة والجماعة، هذا تفويض الكيفية، فهو التفويض، لكن هم لبسوا على الناس. وأصل ذلك في قول مالك رأس الباب، وإن كان هذا المسألة أصالة رواه حديثا مرفوعا موضوعا أو ضعيف جدا، وهو ورد عن ابن مسلمة. والكلام هذا شوف سبحان الله عجب، الكلام هذا أصله كلام ربيعة ليس كلام مالك، هذا الكلام أصله كلام ربيعة. شوف الله تعالى ألتقى بمن؟ بمالك، طارت به إلى الآفاق. لما؟ لتعظيم الأثر، لأن ربيعة وإن كان هو شيخ مالك وله ما له من الفضل كان يميل للرأي، وأما مالك كان يلصق نفسه بالأثر، فانظر من التصق بالأثر كيف يكون علو الذكر بالأثر. فمالك قال
قال هذا القول عندما قال الاستواء معلوم غير مجهول والكيف غير معقول. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم وين في اللغة نعلم المعنى أو أسس لنا أنه لم يفوض المعنى هنا علم أنه على. قال والكيف مجهول ولا بد أن نقف هنا. إذا قلنا تفويض الكيف لا يمكن لذات أن تكون إلا أن تكون لها صفة لا تتعرى ذات عن الصفات ولا يمكن أن تثبت صفة بلا كيفية. هذا العقلاء لا يقبلون هذا. لا يمكن من صفة تثبتها إلا ولها كيفية صحيح. طيب والكيفية على حالي كيفية ظهرت لنا وعلمناها بوصف أو برؤية أو بخبر الثقة وكيفية غابت عنا صحيح. أما الأولى فلابد أن نقول بها وننظر بها ونفصل القول فيها. وأما الثانية التي غابت عنا لابد أن نؤمن بها ولا نسأل عنها. وهذه صفات الله كيفية صفات الله لا نفعلها ثابتة. فلله يد كيف هذا غيب يعني لها كيفية نعم يتكلم الله له كيفية نعم صفة الكلام لها كيفية. إذن كل صفة لها كيفية لابد. لكن هذه الكيفية غيب ومحض إيمان العبد أن يؤمن ويسلم للغيب. ماذا قال عن وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. لذلك الصحابة قالوا نفوض الكيفية. فلذلك لما قال الإمام مالك قال والكيف مجهول ما قال غير موجود ما قال إنه ما في كيف. وفي رواية أخرى قال والغيب والكيف غير معقول يعني موجود ولا غير موجود موجود لكن غير معقول لا نعلمه لم نرى غيب. فهنا الإيمان محض التسليم. نعم لله الله يجيء نعم يجيء كيف يجيء الله أعلم لأنه غيب هي صفته ذكرها كيفياتها لا نعلمها غابت عنا. فلما غابت قلنا سلمنا لله. ومحض الإيمان يؤمنون بالغيب ويقومون يؤمنون بالغيب. مفهوم هذا الكلام؟ فأصل لنا الإمام مالك بأن المعنى لا يفوض والكيف هو الذي يبقى وافقنا المفوضة في إيش؟ في تفويض الكيف. وهذا هو الممدوح لأنه غيب. أما المعنى فلا لأن من اللوازم أن الله خاطبنا بما لا نعقل خاطبنا بما لا نعلم يعني معنى ذلك أنه كأننا يكلمنا باللغة الصينية كانوا باللغة الصينية هكذا أنا شعب الصيني شغالين صيني ياخد فاهم أراد تجهيلنا بدل هو هذا وهذا هذا من لازم الباطلة التي يمكن أن تقبل بحمل الأحوال. بل الله كلمنا لنعلم بمعنى نفهمه. تنزيل من رب العالمين نزل به على قلبك لتكون بلسان عربي إيش مبين ظاهر جلي يعرف. فإذا خاطبنا بما نعقل فلا نفوض المعنى لكننا نفوض. هذا منهج أهل السنة والجماعة لا تعطيل. وتفويض الكيفية ليست تعطيلا ليست تعطيلا. أما التعطيل أن يفوض المعنى ويفوض الكيفية. ومن نوع التعطيل كما قلنا أيضا التحريف. إذن قال من غير تحريف ولا 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 تعطيل من غير تحريف ولا ولا تعطيل. عامة هذه الأصل في هذا الباب. فإننا نقول إذا كانوا قد قالوا كلاما فيه البهتان والزور بأن علم السلف أحوط أسلم أحوط لكن علم الخلف أحكم وأعلم فهم هذا قول المجانين. وأعتذر على هذا لأن الذي يتجنى على مثل السلف لا يصح له أن يقول بأمثل هذا. هو معنى ذلك أنه يجهل السلف. ومن جهل السلف فهو جاهل. من جهل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان فهو جاهل. لا 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 نقبل منه هذا الكلام. نقول جهلت الأماجد فأنت جاهل. بل علم السلف هو ترى الإتقان والتطبيق وهم على على تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فعلم السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحوط. وعلم الخلف إن لم يستنيروا بعلم وعلم الخلف إن لم يستنيروا بعلم السلف فهم أضل بالتصريح لا بالتلميح.
نعم، لأنهم لا يستطيعون. هذا هو معنى أنت الآن تضلل لي تضلل لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح؟ فكيف أقبله منك؟ كيف أقبله منك؟ ما أقبل منك ذلك. يعني أنت ترى الآن، شوف انظر، في كل حال نرى غلو ونفو، والوسطية العدول هم أهل السنة والجماعة، ما بين الإنكار المحض وما بين التفويض المحض وما بين الإنكار الجزء في التعطيل، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء. يوم القيامة إذا سألنا الله سبحانه وتعالى يكفينا أن نقول قال رسولك، وهم إذا سألهم الله يقول قال فلان وقال فلان. هذه النجاة عندما سألك ربك عن اعتقاد، واعتقاد عزم القلب هنا أنا عقدت عليه، عندما سألك تقول قد قلت في كتابك وقد قال رسولك يد الله فوق أيديه، ثاني يقول قد قال فلان وفلان، فالله تعالى كيف سيرد عليه؟ فمن أسلم، فمن الحجة؟ لمن لا، من الأسلم ومن الأعلم، من الأعلم؟ إذ العلم فقط في الكتاب والسنة، لا علم إلا في الكتاب والسنة، مفهوم؟ لأن بغير نقف عند هذه، نسأل الله لنا فعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. ها؟ يا ليتنا نستمر. نعم، يا المتعة، كل المتعة، نعم هذا هو صحيح. لكن ماذا نقول؟ إحنا مرهونون بكتب ونريد أن ننهيها، والله تعالى سييسر علينا جميعا. الله يحفظنا ويحفظكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.